هاي. يمتد الأسبوع العالمي لأمراض ارتفاع ضغط العين جلوكوما أو بالعربي الدارج المي السوداء بين 8 و 14 أدار. لبنان من البلدان المساهمة بنشاطات هالأسبوع من خلال حملات التوعية. شو هي المي السوداء؟ بمقدمة العين في غرفة بتحتوي على سائل شفاف بيدخل وبيخرج وهو مسؤول عن تغذية الأنسجة داخل العين، بس تراكم هالسائل بسبب بطء بعملية تصريفه خارجها وبيؤدي لارتفاع الضغط. بحال عدم السيطرة على هالمشكلة بتؤدي لتلف العصب البصري وصولاً لفقدان البصر. الشفاء من هالمرض ممكن من خلال الكشف والتشخيص المبكر الضروري لكل الأعمار. مين قال إنه المريض ما بيحس بأي عوارض بمراحل المرض الأولية؟ أنا قال. شوفكم بكرة.